للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا الإعلامي والصحفي زياد سنجري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. كيف تفسر استيلاء ميليشيا الحشد على بقايا الأنقاض والأشياء المستعملة من منازل الموصل وتحولها لتجارة ومصدر تمويل للحشد؟ الحشد بعد دخول الموصل سيطر على كل مرافق الحياة المتبقية بعد الحرب، وسيطر على كل أنواع التجارة الموجودة في مدينة الموصل ومحافظة نينوى، كما سيطر على آبار النفط والمنافذ الحدودية وأقام العديد من السيطرات وإلى آخره، كل ذلك من أجل التمويل الذاتي أو بما يعرف بالمكاتب الاقتصادية للحشد. الحشد استطاع أن يبيع آلاف أو ملايين الأطنان من الخردة الحديد بعد نجاح تجربته في مصفى بيجي، حيث سرق مصفى بيجي، والكل يعلم بأن هناك مبالغ طائلة جدا دفعت للحشد لكي يعيد ما سرقه من مصفى بيجي. نفس الحالة في مدينة الموصل، ولكن هناك تواطؤ وهناك تنسيق عالي، وليس الأمر كما يجدوه البعض بأنه غير منسق أو غير مرتب. بالعكس، محافظ نينوى نوفل العابوك هو المنسق الرئيسي لهذه العملية، فقد أنشأ العديد من المساعدات الغير علنية، هي علنية ولكن غير علنية لأهالي مدينة الموصل، وقام ببيع مدينة الموصل تفتيت. نعم، ربما هذا الشيء يقودنا إلى طرح سؤال آخر عن إلى أي مدى تظن أن تدمير الموصل كان بالنهاية ممنهجا وذو أهداف اقتصادية واضحة للتربح بتجارة بقايا الأنقاض والأشياء المستعملة ولاحقا مشاريع إعادة الإعمار؟ بالضبط، خلال الحصار الاقتصادي على العراق سابقا كان الدور الإيراني بارز في شراء المعادن النحاس وغيرها والحث عمليات التخريب. نفس الحالة الآن في مدينة الموصل، ولكن ليس هناك حث، هناك عمل مباشر ممنهج، حيث تقوم هذه الميليشيات بالتنسيق مع إدارات وسلطات الإقليم ونقل هذه الخردة وهذا الحديد وهذه السكراب وهذه المعادن إلى إيران عبر الإقليم وبشكل مباشر. وهناك الكثير من الحوادث التي حدثت ما بين أصحاب تلك العجلات التي تقوم بهذه الأمور وما بين القوات الشرطة المحلية، ولكن دائما سطوة الميليشيات هي السطوة العليا والقولة الكلمة العليا في فوق الدستور وفوق القانون وفوق أي مسميات أخرى. ما يحدث في مدينة الموصل وما يحدث من سرقات الآن في مدينة الموصل تحديدا، مكتب رئيس الوزراء مشارك في هذا الأمر. ما هي أسباب هذا التقاعس الحكومي للحد من بيع الحديد وبقايا المنازل المدمرة والتي ما يزال الكثير من سكانها جثث تحت هذه الأنقاض؟ لا يوجد تقاعس، هناك شراكة حكومية في أمر سرقة الحديد، هناك شراكة حكومية في من سرقة نفط وتهريب، هناك تسهيل امر من مكاتب العبادي سابقا وبعده عادل عبد المهدي، ومستمره العمليه تحت العمليات الخاصه مسمى غرفه العمليات الخاصه. هذه غرفه العمليات الخاصه هي عمليه تنسيق ما بين وشرعنت كل ما يقوم به الحشد من سرقه في محافظه نينوى وتثبيته في الكتب اللازمه القانونيه للسرقه. هناك لجان قضائيه تتشكل وهيئه جزائيه لن تجد شيئا، كل ما حدث هو بامر الحكومه وبعمليه ممنهجه. وابسط دليل على كلامي، لماذا رئيس الوزراء لم يصل الى مدينه الموصل لحد الان؟ زار دول وزار عفوا محافظات في جنوب العراق وزار البصره وزار غيرها ولم يزر مدينه الموصل المنكوبه، وحتى اذا زارها فما الذي سيفعله؟ لن يستطيع، هو شريك عادل عبد المهدي وكل من يصل في حرم السلطه في العراق هو شريك للميليشيات فيما تقوم به اليوم في مدينه الموصل من اعمال سرقه منظمه ممنهجه، لكي لا تعود الحياه لهذه المدينه وهي خطه مدروسه وموضعيه وممنهجه معده سابقا. يرى البعض أن بيع الحديد أو بقايا الأنقاض من قبل الأهالي وأصحاب المنازل المدمرة قد يعينهم على إعادة إعمارها، ما مدى صحة ذلك؟ يعني بدل أن تستغلها ميليشيا الحشد طبعا.
كيف يعيد كيف يبيع الاهالي، وما الذي يمكن ان يبيعه صاحب منزل تكييفه مثلا ب10,000 او 20,000 دينار ما يعادل 10 دولارات؟ نحن نتحدث عن مناطق كامله مضروبه بالصواريخ، مقصوفه بطائرات، نتحدث عن اطنان كبيره جدا. المواطن ليس له حق ان يبيع الا ما هو ملكه، هناك مواطنين لم يعودوا الى مناطقهم، هناك من لم ينتشل جثث اطفاله لا زالت تحت الانقاض، فكيف يستطيع ان يبيع جزء من منزله المهدم؟ لنكن واقعيين في هذا الطرح، لا يوجد هكذا شيء، هناك عمليات سرقه من الحكومه، هناك داعش قامت بحرق السيارات، تفضيل الطيران، واكملت الحكومه الامر ببيع هذه السيارات، ببيع المعامل، ببيع مباني الدوله، ببيع املاك المواطنين، الحكومه المحليه بتواطؤ من الحكومه المركزيه شرعنت الميليشيات هذه السرقات، وهذا ما يحدث. المواطن بريء من هذا الامر تماما، المواطن يبحث عن لقمه العيش في مناطق اخرى في المخيمات تفتح الايسر، ولا يستطيع ان يبيع شيئا ولا يستطيع ان يخرج شيئا، خاصه وان هناك جثث وهناك متفجرات لم تنفجر لحد الان. شكرا جزيلا لك الاعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.